مطار صنعاء الدولي مغلق مجددا أمام الرحلة اليتيمة من العاصمة عمان وإليها، واتهام يمني لدول تحالف العدوان بإعادة إغلاقه وعرقلة عودة الحجاج اليمنيين إليه بعد الإيعاز للخطوط الجوية اليمنية في عدن بإقفال أنظمة حجز الرحلات والمبيعات من صنعاء ونقلها إلى الخارج، على خلفية الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني، وفق ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي المشترك لوزارتي النقل والحج والعمرة في صنعاء. طالب بفتح جميع الوجهات كما كانت عليه قبل العدوان باختصار، كل الوجهات وعدد الرحلات كما كانت قبل العدوان، كحق من حقوق أبناء الشعب اليمني لا يجوز لأحد أن يحرمهم من هذا الحق. وزارة النقل قالت إن إبقاء مجموعة من طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء جاء بهدف ترتيب وتنظيم وتصويب عمل الشركة وإعادة تأليف إدارتها. إن وزارة النقل بالجمهورية اليمنية تؤكد أنها ماضية في إجراءات إعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية وفقاً لبروتوكول إنشائها، والذي نص على أن يكون مركز الشركة في العاصمة صنعاء. في السياق ذاته دانت وزارة الحج والعمرة إغلاق المطار الدولي وعرقلة عودة الحجاج اليمنيين إلى صنعاء، محملة الرياض كامل المسؤولية عن سلامتهم، مع تأكيد ضرورة احترام حقوقهم وإعادتهم إلى ديارهم بكرامة وسلام. تحمل وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة النظام السعودي مسؤولية سلامة نقل الحجاج إلى مطار صنعاء وليس إلى مطار آخر أو منفذ بري آخر. الوزارتان أكدتا أن هذه الإجراءات التصعيدية لن تثني اليمنيين عن مناصرة الشعب الفلسطيني، ولن توقف العمليات اليمنية العسكرية البحرية. العقاب الجماعي للشعب اليمني وكل هذه الضغوط الاقتصادية مصيرها الفشل تقول صنعاء، ولن تنجح في تحقيق أهدافها. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.